من هجن الرئاسة راشد بن محمد بن سم المنصوري يقدم انطلاقة رائعة من خلال تواجد أمواج في صدارته هذا الشوط وانطلاقها الرائع. بينما المركز الثاني نشوة من هجن الرئاسة عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي يقدم انطلاقة نشوة، وهنا وصلت الشاهينية لسمو الشيخ مكتوم بخليفة المكتوم نواب بن نوح بن أحمد البلوشي في عملية تضمير النقلة مباشرة هناك مع المركز الرابع. مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، والانطلاق من خلال شرارة لسمو الشيخ الهيان بذياب السيف آل نهيان الصادق فضل الأمين يتواجد أيضا ليقدم هذه النوعيات الرائعة هنا في سن المفاجآت. ولكن هناك هملولة لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان خميس بن عتيق الرميثي يضمرها، وهناك أيضا دخول رائع من خلال تواجد براقة في هذه اللحظات من هجن الرئاسة مبارك بن أحمد بن مايد الخيالي يقدم انطلاقة رائعة. وصلت هملولة من هجن الرئاسة ظافر المضمرين علي بن ميل الوهيبي يتواجد، بينما هناك الاسم القادم الطيارة لسمو الشيخ الهيان بن ذياب بن سيف الهيان الصادق فضل الأمين في عملية التضمير والتدريب. هكذا هي الانطلاقة، ولكن لنا العودة مع أمواج، أمواج على الصدارة، أمواج على مقدمة هذا الشوط. ما شاء الله تبارك الله أيضا تذهب وتغوص في بر الناموس أمواج لهجن الرئاسة راشد بن محمد بن سم المنصوري يقدم انطلاقة رائعة واندفاع جميل مع انتصاف المسافة ليبدأ في 2 كيلومترات الأخرى بهذا الاندفاع الرائع. ولكن وصلت براقة، انطلقت براقة في المركز الثاني من هجن الرئاسة يتواجد المميز مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي يقدم انطلاقة رائعة. أيضا وصلت وانضمت نشوة، نشوة من هجن الرئاسة عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي لينضم هنا ويشكل المثلث الذهبي الأحمر الذي تزين أيضا باللون الأحمر. ولكن الوصول الله الله يا هملولة، وصلت هملولة من هجن الرئاسة ظافر المضمرين علي بن يميل الوهيبي يتواجد وينضم هنا إلى المركز الرابع. بينما المركز الخامس هناك هملولة لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان خميس بن عتيق الرميثي يتواجد في عملية التضمير والتدريب. أعود إلى الصدارة، إلى المقدمة، إلى الانطلاق الأول. أمواج 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 بدأت في المنعطف الأخير، ما شاء الله تبارك الله، أمواج على الصدارة، أمواج على المركز الأول. الأداء الرائع، الانطلاق الجميل هناك يشكل الخطر أيضا المستحيل. راشد بن محمد بن سم المنصوري يعانق المركز الأول هناك من خلال تواجد شعاري هجن الرئاسة الذي دائما يتألق، دائما يأتينا بالفوز والانتصارات، يعرف طريق الرموز جيدا هذا الشعار بالفعل. ولكن وصلت هملولة، وصلت هملولة في المركز الثاني من هجن الرئاسة علي بن ميل الوهيبي، وهنا براق أيضا من هجن الرئاسة يتواجد مبارك بن أحمد بن مايد الخيالي. وصلنا الكيلومتر الأخير، أمواج 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 تذهب في هذا الكيلو، تنطلق في هذا الكيلو الأخير. هناك أمواج من هجن الرئاسة على مقدمة هذا الشوط على هذا الانطلاق الرائع. مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام بانطلاقاتها الرائعة والجميل إلى هناك من هجن الرئاسة راشد بن محمد بن سم المنصوري يقدم هذه الانطلاقة الرائعة. بينما هملولة في المركز الثاني من هجن الرئاسة علي بن ميل الوهيبي ثالثا براقة، وصلت من هجن الرئاسة المميز مبارك بن أحمد بن مايد الخيالي. أعود إلى الصدارة، أعود إلى المركز الأول، والخمسمائة متر النهاية تؤكد هذا الانطلاق، تؤكد هذا الاندفاع، تؤكد هذه الأمتار المجنونة لتتواجد هناك أيضا الشاهين. أمواج أمواج الصدارة، أمواج بدون يوامر، اندفاع تلقائي مشكور يا المستحيل، شكرا للمستحيل الذي دائما يقدم هذه النوعيات. ما شاء الله تبارك الله، الأداء رائع مع أمواج من هجن الرئاسة يتواجد راشد بن محمد بن سم المنصوري مقدم هذه الانطلاقة الرائعة ليؤكد بتواجد أمواج في أول أشواط الإبكار المهجنات الأصايل. تهانينا تهانينا لهجن الرئاسة على هذا الفوز الرائع من خلال تواجد أمواج ولحظات الوصول، لحظات الوصول، التوقيت الزمني أيضا في خطر يا المستحيل ما شاء الله. بينما المركز الثاني وصلت أيضا اللي في المركز الثاني في هذه اللحظات
وصلت براقة من هجن الرياسة، والمركز الثالث هملولة من هجن الرياسة. تهانينا والناموس لهذه المؤسسة العملاقة على هذه الانطلاقة والفوز الجميل، بينما رابعا على ما اعتقد ان شعار هجن الرياسة مع نشوة، وخامسا وصلت هملولة لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام، عشاق الأصالة محبي هذه الرياضة، متابعي سيدة القنوات الرياضية أيضا قناة أبو ظبي الناقلة لهذا الحدث الرياضي الكبير، نتواصل أيضا بإعادة التوقيت الزمني من خلال تواجد زميل أسامة الهواري، لنا العودة هناك من خلال تواجد أمواج صاحبة أول أشواط الإبكار المهجنات الأصايل، والتوقيت الزمني منذ البداية ذهبت إلى الصدارة لتعلن هذا الفوز وهذا الانتصار من خلال تواجد أيضا شعار هجن الرياسة لتتواجد بكل قوة وإثارة مؤكدة هذا التواجد. ما شاء الله تبارك الله، هنا 5:58 جزائيني من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الرياسة، والتهنية أيضا للمستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري على فوز أمواج بالمركز الأول، بينما ثانيا وصلت هناك براقة من هجن الرياسة بقيادة المميز مبارك بن أحمد بن مايد الخيالي. تهانينا والناموس ولحظات الوصول مشاهدين الأعزاء ب6:07 وفاء وتماما وكمالا، بينما هملولة من حلة ثالثة من هجن الرياسة بقيادة الظافر علي بن يميل الوهيبي. تهانينا لهجن الرياسة والتهنية للظافر، 6:07 أربع أجزاء من الثانية، وشوط جديد ينطلق في هذه اللحظات. بسم الله الرحمن الرحيم.